دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. أسئلة متنوعة في باب واحد. امرأة تسأل: هل يجوز لها أن تعمل موظفة في مستشفى مع وجود الاختلاط، وكذلك طبيب رشح للعمل في مكان فيه معصية، وكذلك مدرس يعمل في مكان فيه اختلاط، ماذا يصنع؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يعني جملة أسئلة بهذا المعنى. لا شك أن حاجة الناس إلى الطب حاجة عظيمة، وكما قال الإمام الشافعي: العلم نوعان، علم الشرع وعلم الطب، والأمة بحاجة إلى طبيبات كما أنها بحاجة إلى الأطباء، من أجل أن يستغني النساء عن كشف الأطباء عليهن بوجود الطبيبات المحسنات. ولا شك أن الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله إلى كل خير أن يحرصوا على فصل الرجال على النساء في الدراسة وفي مثل هذا العمل، وفي هذا مصالح عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر إلى هذا وأن يعينهم عليه، وهم من كل خير قريبون. وإذا عمل الإنسان في هذه المستشفيات التي فيها الاختلاط، فالواجب عليه إذا تعين ذلك عليه أن يقلل المفسدة بقدر ما يستطيع، وأن لا يتوسع ويتساهل فيقتصر على ما لا بد منه مع كرهه له وتقوى الله عز وجل في هذا الأمر. فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن لم يمكن فبتقليلها، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الأمر لا بد منه فليحرص من ابتلي على أن يخفف مفاسده، وإذا أمكنه أن يتخلص منه من غير هذه المفاسد فواجب عليه. نعم. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.